الحوثية لم تختار السلام، وبالتالي أصبح كسرها عسكريا مسألة إجبارية، ونحن نعرف أن الحرب في اليمن هي إجبارية من بداية الأمر، إجبارية على اليمنيين، وأيضا اليمنيين استعانوا بالتحالف العربي، وهذه المعارك العسكرية كلها مؤيدة ضمن إطار قرارات الأمم المتحدة، بالذات قرار مجلس الأمن 2216. هذه العمليات تأتي في سياق دفع الحوثية إلى طاولة المفاوضات. عمليا الحوثية تتبنى فكرة الحرب المستدامة داخل اليمن استجابة لسياسات إيران وأجنداتها داخل اليمن. أما أن تذهب الحوثية إلى طاولة المفاوضات أو أن الحرب هذه مستمرة، أنا أعتقد هذه العمليات المكثفة، يعني سواء من خلال الميدان أو الطيران، أنا أعتقد أنها ستتصاعد في المرحلة القادمة. نحن أمام تحول جديد في اليمن، المجتمع الدولي أيضا لم يعد يحتمل مراوغات الحوثية ولا المغامرة التي تمارسها إيران داخل الملف، لم يعود الجميع يحتمل، لا اليمنيين ولا العرب ولا المجتمع الدولي، وبالتالي أنا أعتقد تصاعد العمليات العسكرية هو في غاية الأهمية من أجل السلام.